وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، نجدد التحية بحضراتكم، فأهلا بالجميع من هنا من أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجن. نصف لحضراتكم ما يدور من منافسات وتحديات ضمن انطلاقة هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه، حيث أننا نتابع مع حضراتكم في صباح هذا اليوم، يوم السبت العاشر من شهر مارس لعام 2018 للميلاد، انطلاقات فئة الكبار سن الثنايا في هذا الصباح أيها الإخوة الكرام، برحلة 8 كيلومترات، حيث أننا نتابع هذه الإثارة الحاضرة على ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن. شوط ينتهي وآخر يعلن بانطلاقة 8 كيلومترات، مسافة كافية لهذا السن، سن الثنايا التي من خلالها نتابع أكبر منافسات وتحديات هذه الشعارات المشاركة بهذا المهرجان الكبير. ينطلق ويعلن 8 الأشواط مشاهدينا الكرام، شوطا للقعدان سن الثنايا، ونتابع هذا المسار الجميل، بينما الجائزة تويوتا لاند كروزر بيك اب حاضرة في هذا الشوط. نتمنى التوفيق لجميع الشعارات وجميع الأسماء الحاضرة في هذا الشوط. نتابع البداية، أول الأسماء التي بدأت في الانطلاق، بدأ التحدي الجميل والواضح هنا من انطلاقة النصر، النصر الذي أعلن تواجده في مقدمة هذا الشوط، النصر المملوك لعلي بن عبد الله بن سالم الملامقة الهاجر، الذي يقدم النصر مع البداية الأولى ومع أول الأسماء التي بدأت في الانطلاق مبكرا، باحث عن النصر والناموس. بينما المركز الثاني، الوصول من درزون، عبد الله بن سعد بن سلطان لمسيفري يصل في هذه اللحظة مقدما لنا درزون مع المركز الثاني في هذه اللحظات بنجوميته الرائعة، حاضرا ومشارك في هذا الشوط. بينما على المركز الثالث بدران يصل في هذه اللحظة، ناصر بن حفيظ بن سالم النابت المري يقدم لنا بدران مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع، وصل شعار البرنس في هذه اللحظات منطلق بذيبان مع المركز الرابع في هذه اللحظة، محمد بن طالب بن عقيل النابت ينطلق بالمركز الرابع بهذا الأداء الجميل اللي قدمه ذيبان مع المركز الرابع. بينما خامس الأسماء، الوصول في هذه اللحظة من مشغل يصل في هذه اللحظة، عبد الله بن ناصر بن محمد بن شابل المري ينطلق بمشغل مع المركز الخامس. هكذا النداء مشاهدينا الكرام، متابعين الأعزاء، بانطلاقة وتحديات هذا الشوط، رحلة 8 كيلومترات، ما شاء الله، انطلاقة القعدان الحاضرة بهذا الأداء الجميل، بهذه المنافسة الممتعة على ميدان الشحانية. الجميع حضر هنا للمشاركة في هذا المهرجان، في مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه لعام 2018. نتابع مسار الشوط، نتابع تحديات هذه الفترة الصباحية بالنقل الحي والمباشر لقناة الريان الفضائية، من تبث وقايع هذا السباق. لكن نعود إلى البداية، إلى صدارة الشوط لنتابع المقدمة، نتابع الصدارة الأولى. هذا هو النصر، النصر مع المركز الأول، النصر حتى هذه اللحظات هو المنتصر مشاهدينا، متابعينا الكرام، من يقدم هذا الأداء الجميل، من يقدم هذا الاندفاع الممتاز حتى هذه اللحظة؟ تعود الملكية لعلي بن عبد الله بن سالم الملامقة الهاجري، يقدم النصر مع هذه الانطلاقة، يقدم النصر مع هذا الاندفاع في انطلاقة شوطنا الثامن مع الفترة الصباحية. المركز الثاني درزون، وصل المسيفري ينطلق بتحديات درزون، درزون مع المركز الثاني، عبد الله بن سعد بن سلطان المسيفري ينطلق في هذه اللحظة بتحديات درزون، باحثا عن هذا الناموس الغالي، عن السيارة اللاند كروزر البيك اب المقدمة في هذا الشوط. المركز الثالث في هذه اللحظة بدأ يقترب بدران مشاهدينا الكرام، بدأ في هذه اللحظات أيضا بالانطلاق الجدي، هذا هو بدران.
المركز الرابع مشاهدينا الكرام مشغل مع رابع المراكز عبد الله بن ناصر بن محمد بن شابل المري ينطلق بالمركز الرابع، اما خامس الاسماء يصل في هذه اللحظه شعار البرنس ويتقدم بتحدياتي وانطلاقتي واندفاعاتي، ايضا ذيبان مع المركز الخامس محمد بن طالب بن عقيل النابت ينطلق بتحديات المركز الخامس. هكذا الندى مشاهدينا الكرام ما خلف دائره الندى، اشاهد الاسماء التي بدات في الاقتراب، بدات الاسماء ايضا والشعارات بالاندفاع هنا طامعه في هذا الناموس الغالي، يتقدم الجميع في هذه اللحظات حيث ان بدانا في العد التنازلي، بدات امتار هذا الشوط ايضا بالنقصان ونحن نقترب مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات من هذه اللوحات وهذه الفقرات الجميله اللي ايضا ترصدها قناه الريان الفضائيه. هنا مشاهدينا الكرام تتطلع لكل ما هو جديد في عالم سرعه الهجن وتحديات الاصايل على ميدان التحدي ميدان الشحانيه لسباقات الهجن لنقل هذه الصوره الجميله لكل المشاهدين. ايضا نتابع مشاهدينا الاعزاء النصر الذي لا زال منتصر حتى هذه اللحظه، النصر الذي اعلن تواجده منذ البدايه، النصر ينطلق في هذه اللحظات ينطلق على مقدمه هذا الشوط معلن تواجده مبكرا مشعل نار المنافسه في انطلاقه هذا الشوط، يقود للنصر علي بن عبد الله بن سالم الملامق الهاجري ياتي بالبدايه الاولى وتحديات الصداره. المركز الثاني بدا يغير في هذه اللحظه، بدران مع المركز الثاني اخذ موقع درازون، بدران تعود ملكيه الناصر بن حفيظ بن سالم النابت المري ياتي بتحديات بدران مع المركز الثالث، اما رابع أو المركز الثاني، أما ثالث المراكز درازون يتقدم مع المركز الثالث عبد الله بن سعد بن سلطان بن لملوم المسيفري يأتي بتحديات درازون مع المركز الثالث. أما رابع الأسماء بدأ اسم جديد في هذه اللحظة بالتدخل، يصل الوسمي في هذه اللحظات، الوسمي مع المركز الرابع تحديات خطيرة وانطلقت انطلاقة ممتازة في هذه اللحظة، تعود ملكية الوسمي لمسعود بن عبد الهادي بن بطحان الفهيدة يحضر بتحديات الوسمي مع المركز الرابع. المركز الخامس يا سلام وصل شعار المسند بدأ يتقدم هنا بخرمس مع المركز الخامس في هذه اللحظات، ممثل الخور الدايم يصل بتحديات خرمس مع المركز الخامس الناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند يقدم هذا الاداء الجميل مع المركز الخامس. ما شاء الله هذه النتيجه مشاهدينا الكرام على مسارنا على تحدينا الثامن مع الفتره الصباحيه، نشاهد انطلاقه القعدان رحله الثمانيه كيلومترات، ما شاء الله 2 كيلومتر ما يفصلنا عن خط النهايه. هذا هو النصر، النصر لا زال منتصر، النصر لا زال ينادي ناموس هذا الشوط، ينادي النصر يتقدم مشاهدينا الكرام منذ البداية حتى هذه اللحظات، هل هو سيصمد إلى خط النهاية أم يكون رأي آخر للإخوان المشاركين في هذا الشوط؟ لكن النصر لا زال على البداية الأولى، علي بن عبد الله بن سالم الملامق الهاجري، روح يا الهاجري، روح يا راعي النصر نحو النصر والفوز وناموس هذا الشوط. بينما الوسمي 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 هو الآخر يطمع في هذا الناموس، والآخر يطمع بهذه النقطة الغالية بتسجيل بصمة ذهبية في هذا المهرجان السنوي. إذن الوسمي تعود ملكية المسعود بن عبد الهادي بن بطحان الفهيدة مع المركز الثاني، ولكن بدأ شعار المسند في هذه اللحظات، بدأ شعار المسند يتقدم بخرمس مع المركز الثالث ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، ياتي هنا البروفيسور محمود بن محمد بن سالم لوهيبي يتقدم في هذه اللحظات منازع الجميع على ناموس هذا الشوط، واشاهد ايضا الاقتراب في هذه اللحظه بدا التحرك في هذه اللحظات، شوف الاندفاع الجميل هنا مشاهدينا الكرام والانطلاق المميز هناك من ميمنه الميدان، اشاهد التقدم في هذه اللحظه والوصول من الحصان خطير يبغي لمراقبه مع الكيلومتر الاخير، بدا يزيد من سرعته، بدا مشاهدينا الكرام الحصان ينطلق في هذه اللحظات ببدايه هذا الشوط، الشبيب بن محمد الرمزان النعيمي يتقدم في هذه اللحظات، الله
يا الحصان الحصان الحصان، هذه السلالة العريقة يأتي في هذه اللحظات مع أجواء الكيلومتر الأخير ليتقدم على جميع الأسماء، لكن 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 الله يا خرمس بدأ يغير في هذه اللحظة مع الحزام الأخضر، وصل شعار ممثل الخور الدايم يتقدم في هذه اللحظات بانطلاقة خرمس، النزاع الأخير الصراع على ناموس الشوط ما بين خرمس وما بين الحصان، الحصان وخرمس النعيمي والمسند، من الرابح في هذا الشوط؟ ثنائية جميلة مع الأمتار الأخيرة مع الأمتار النهائية، الله يا سلام خرمس 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 في هذه اللحظات يعلن تواجده، الحصان يحاول، من المنتصر في هذا الشوط؟ شوف النزاع والصراع على هذا الناموس الغالي، لكن الحصان الحصان النعيمي الحصان، الله 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 الله، هذا هو الحصان يغير هنا مع الأمتار الأخيرة يربح في هذا النزاع في هذا الصراع، سلام الحصان سلام، سلام النعيمي سلام، يحقق ناموس هذا الشوط، تهانينا والف مبروك. بينما المركز الثاني وصل خرمس مع المركز الثاني الناصر بن عبد الله بن احمد المسند، المركز الثالث من وصل مع المركز الثالث مشاهدينا الكرام؟ مشغل مع ثالث المراكز عبد الله بن ناصر بن محمد بن شابل المري المركز الرابع، المركز الرابع الوسمي مسعود بن عبد الهادي بن بطحان الفهيدة، بينما المركز الخامس المركز الخامس وصل درزون عبد الله بن سعد بن سلطان المسيفري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام، شاهدنا الحصان مع الكيلو متر الأخير حظر بتحدياته الواضحة وانطلاقته الكبيرة ليحسم نزاع هذا الشوط ويحظى على هذا الناموس الغالي، تهانينا والناموس مشاهدين الكرام لشبيب بن محمد بن عمير الرمزان النعيمي على فوز الحصان بالمركز الأول. عودتنا إلى التوقيت الزمني مشاهدين متابعين الكرام، ساعة وصول الحصان إلى خط النهاية قاطع 8 كيلو متر في فترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 38 ثانية جزءا واحدا من الثانية، تهانينا والناموس لشبيب بن محمد الرمزان النعيمي على فوز الحصان بالمركز الأول. بينما المركز الثاني من وصل مشاهدين الكرام خرمس في فترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 38 ثانية 8 أجزاء من الثواني، تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند على فوز خرمس بالمركز الثاني. بينما ثالث المراكز مشاهدين الكرام من وصل مع المركز الثالث؟ وصل مشغل في فترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 47 ثانية من دون أجزاء من الثواني، تهانينا والناموس لعبد الله بن ناصر بن محمد بن شابل المري على فوز مشغل.